إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.